الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات، ودرسنا اليوم سيكون بعنوان الاختلاف المركزي. لاحظ معي عزيزي الطالب، يمكن التعرف على القطوع المخروطية على أنها منحنيات مترابطة تشكل عائلة واحدة، ويمكن التعرف عليها من خلال الاختلاف المركزي. لو أعرف ما هو الاختلاف المركزي وكيف أوجد الاختلاف المركزي وكيف يمكن التمييز بين القطوع وأنواعها من خلال الاختلاف المركزي. تعريف: القطع المخروطي هو مجموعة كل النقاط في المستوى الإحداثي، حيث تكون نسبة بعد كل منها من نقطة ثابتة وهي البؤرة إلى بعدها عن مستقيم ثابت وهو الدليل في نفس المستوى تساوي مقدارا ثابتا. أي إذا كان لدي نقطة في المستوى فإن بعدها عن الدليل وبعد الثابت بينها وبين البؤرة عبارة عن نسبة. هذه النسبة تسمى الاختلاف المركزي للقطع المخروطي، ويرمز له بالرمز E. E ماذا تساوي؟ تساوي MF على MH. ما المقصود بMF وما المقصود بMH؟ لتكن M هي رمز للنقطة التي تنتمي للقطع المخروطي، وF هي النقطة الثابتة والتي ترمز لبؤرة القطع ولا تقع على الدليل، والدليل هو رمز D. لاحظ معي عزيزي الطالب، في أي قطع مخروطي، لنفرض أن M هي نقطة من نقاط القطع المخروطي، وأن MH هو البعد بين هذه النقطة وبين دليل القطع، وMF هو البعد بين هذه النقطة والبؤرة الثابتة للقطع. لاحظ معي عزيزي الطالب، لدينا الحالات التالية: E تساوي 1، حيث يكون القطع المخروطي قطعا مكافئا. ما هي E عزيزي الطالب؟ هي عبارة عن النسبة بين MF وMH، بعد النقطة عن البؤرة على بعد النقطة عن الدليل. في القطع المكافئ ومن تعريف القطع المكافئ، بعد النقطة عن البؤرة يساوي بعد النقطة عن الدليل. إذن MF على MH ماذا يساوي؟ يساوي 1. إذن القطع المكافئ الاختلاف المركزي له E يساوي 1، ولذلك يسمي بالقطع المكافئ لأن E تكافئ الواحد. أما عندما E أصغر من الواحد، لاحظ معي عزيزي الطالب، يكون القطع المخروطي قطعا ناقصا، لأن النسبة بين MF على MH أصغر من الواحد، حيث أن بعد النقطة التي تقع على منحنى القطع الناقص عن البؤرة أصغر من بعد النقطة التي تقع على منحنى القطع على الدليل، وبالتالي سمي القطع هذا قطعا ناقصا لأن E الاختلاف المركزي له أصغر من الواحد، ينقص عن الواحد. وكذلك عندما E أكبر من الواحد يكون القطع نوعه قطعا زائدا. لماذا أكبر من الواحد؟ لأن البعد أو النسبة بين بعد النقطة M التي تقع على منحنى القطع الزائد عن بؤرة القطع الزائد أكبر من البعد بين هذه النقطة والدليل. إذن MF على MH أكبر من الواحد ويزيد عن الواحد، لذلك سمي بالقطع قطعا زائدا، لأن الاختلاف المركزي له E يزيد عن الواحد، هو أكبر من الواحد. إذن هذه عائلة القطوع يمكن التمييز بين أنواعها من خلال اختلافها المركزي. ففي القطع المكافئ الاختلاف المركزي E يساوي 1، في القطع الناقص الاختلاف المركزي E أصغر من الواحد، في القطع الزائد الاختلاف المركزي له E أكبر من الواحد. ونستخدم العلاقة E تساوي C على E. إليك هذا التمرين: أوجد الاختلاف المركزي لكل القطع مما يلي، حيث المعادلة المعطاة هي 24 واي تربيع يساوي 600 زائد 25 اكس تربيع، ومعادلة أخرى اكس تربيع زائد واي تربيع على 25 يساوي 1. في المعادلة الأولى، هل المعادلة لهذا القطع بالصورة القياسية؟ بالطبع لا. إذن لابد من ترتيب هذه المعادلة، وتصبح بالصورة 24 واي تربيع ناقص 25 اكس تربيع تساوي 600. أيضا ليست بالصورة المطلوبة، لابد أن يكون الطرف الآخر يساوي 1،
ولا بد أن يكون معامل إكس تربيع ومعامل واي تربيع أيضا يساوي الواحد. إذا نقسم الطرفين وكل حد من الحدود في الطرفين على 600. 24 واي تربيع على 600 ناقص 25 إكس تربيع على 600 يساوي 600 على 600. والبسط 24 هو مقام للمقام. إذا تصبح المعادلة بالصورة واي تربيع على 25 وهي 600 على 24 ناقص إكس تربيع على 24 تساوي الواحد. حصلت على معادلة قطع بالصورة القياسية. لاحظ معي عزيزي الطالب، هذه المعادلة تمثل قطع ناقص أم قطع زائد؟ نعم هي معادلة قطع زائد. لاحظ معي هي معادلة قطع زائد. الصورة القياسية لهذا القطع هي Y تربيع على A تربيع ناقص X تربيع على B تربيع تساوي الواحد. بالمقارنة فإن A تربيع تساوي 25 ومنه A تساوي 5 وB تربيع تساوي 24، إذن B تساوي الجذر التربيعي لـ 24. ويمكن الحصول على C تربيع بالتعويض في العلاقة بين A وB وC في معادلة القطع الزائد. إذن C تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع، وبالتعويض نحصل على C تربيع تساوي 25 زائد 24، C تربيع تساوي 49 ومنه C تساوي 7، الجذر التربيعي لـ 49 يساوي 7. لدي A وB وC، وأنا لنحل المطلوب ونوجد المطلوب. الموجود المطلوب حساب A، الاختلاف المركزي لهذا القطع يساوي C على A ويساوي 7 على 5. لاحظ معي عزيزي الطالب، A يساوي 7 على 5 وهو أكبر من الواحد، والقطع لدي هو قطع زائد، اختلافه المركزي يزيد عن الواحد، أكبر من الواحد. في المعادلة الثانية X تربيع زائد Y تربيع على 25 تساوي 1. ما نوع هذا القطع؟ نعم هو بالصورة القياسية. X تربيع على 1 يساوي Y تربيع على 25 يساوي 1. هي معادلة قطع ناقص، ولاحظ معي عزيز الطالب وتذكر أن في القطع الناقص دائما A تربيع أكبر من B تربيع، لأن A أكبر من B أكبر من الصفر. إذن بالمقارنة بالصورة القياسية وهي X تربيع على B تربيع زائد Y تربيع على A تربيع يساوي 1، حيث أن A تربيع هي 25 وB تربيع هي الواحد. A تربيع تساوي 25 ومنه A تساوي 5 وB تربيع تساوي 1، إذن B تساوي 1. لاحظ معي عزيز الطالب أن A وB وC هي أطوال، فعندما أتحدث وأقول A تربيع تساوي 25 فإن A تساوي 5 لأنه طول وليس موجب أو سالب 5، وكذلك B تربيع تساوي 1 فإن B لابد أن تكون 1 لأن هي أطوال. وبالتعويض في العلاقة بين A وB وC في القطع الناقص، فإن C تربيع تساوي A تربيع ناقص B تربيع وتساوي 25 ناقص 1 ومنه C تربيع تساوي 24. إذن C تساوي الجذر التربيعي لـ 24. ولحساب المطلوب وهو الاختلاف المركزي فإن A تساوي C على A، وبالتعويض عن C و A فنحصل على E تساوي الجذر التربيعي لـ 24 على 5. تمرين آخر، أوجد الرأسين والبؤرتين والاختلاف المركزي ومعادلتي الدليلين للقطع الزائد الذي معادلته Y تربيع على 16 ناقص X تربيع على 4 يساوي 1. تذكر معي عزيز الطالب، هذه المعادلة تمثل معادلة قطع زائد، وفي القطع الزائد A تربيع هي اللي بالأول في المقامين وB تربيع هي المقام الثاني. هذه أي حالة من حالات القطع الزائد؟ هي الحالة الأولى أم الحالة الثانية عزيزي الطالب؟ بما أن A تربيع تحت الY تربيع إذن نحن في الحالة الثانية، أي أن الرأسان والبؤرتان على محور الصادات، ومنه المحور القاطع ينطبق على محور الصادات. نحسب A تربيع تساوي 16، إذن A تساوي 4، وأنوه هنا أن A وC هي أطوال فلا بد أن تكون قيمها موجبة. إذن حسبنا قيمة الـ A تساوي 4 وB تربيع تساوي 4، إذن B تساوي 2، ونحسب C بالعلاقة بين A وB وC في معادلة القطع الزائد، C تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع، وبالتعويض C تربيع تساوي 16 زائد 4، إذن C تربيع تساوي 20 ومنه C تساوي جذر 20 وبالتبسيط تساوي 2 في جذر 5. والآن نوجد المطلوب، أوجد الرأسين. بما أن الرأسين والبؤرتين على محور الصادات، إذن إحداثياتهما ستكون بالصورة
A واحد صفر وسالب A و A اثنين صفر و A، ونعوض A تساوي أربعة، الرأسان هما A واحد صفر وسالب أربعة و A اثنين صفر وأربعة. ولإيجاد البؤرتين، بما أنهما تقعان على محور الصادات فإن إحداثياتهما هما F واحد صفر وسالب C و F اثنين صفر و C، وبالتعويض عن C فإن F واحد صفر وسالب اثنين جذر خمسة، أما F اثنين فهي صفر و اثنين جذر خمسة. الاختلاف المركزي A تساوي C على A، بالتعويض فإن C هي 2 جذر 5 على A وهي 4، وبالاختصار والتبسيط فإن A تساوي جذر 5 على 2. تذكر معي قطع زائد، جذر 5 أكبر من 2 إذن A أكبر من الواحد. والمطلوب معادلتي الدليلين للقطع الزائد. القطع الزائد بالحالة الثانية فإن معادلتي الدليلين هما Y تساوي موجب أو سالب A تربيع على C، وبالتعويض عن A تربيع وعن C فنحصل على Y تساوي موجب أو سالب 16 على 2 جذر 5، وبالاختصار Y تساوي موجب أو سالب 8 جذر 5 على 5. تذكر معي عزيزي الطالب أن القطع الزائد له معادلتي دليلين، أحدهما بالموجب والآخر بالسالب. تمرين آخر، أوجد طول المحور القاطع للقطع الزائد الذي اختلافه المركزي E تساوي 2 وطول محوره المرافق 6 وحدات. ما هو المطلوب؟ المطلوب إيجاد طول المحور المرافق في القطع الزائد. ماذا يساوي طول المحور المرافق؟ يساوي 2A. إذن أفكر في الحصول على كيفية إيجاد A. ما هو المعطى؟ معطى E تساوي 2. ماذا تساوي E عزيزي الطالب؟ E بالقانون تساوي C على A، بالتعويض 2 تساوي C على A. هل لدي معلومة أخرى؟ نعم، لدي طول المحور المرافق 6 وحدات. ما هو المحور المرافق؟ إذن هناك علاقة بين C و A، أن C تساوي 2A. طول المحور المرافق يساوي 6 وحدات، إذن 2B تساوي 6 ومنه B تساوي 3. إذن لدي B تساوي 3 ولدي C بدلالة A، C تساوي 2A. إذن لابد من إيجاد علاقة بين B و C و A. ما هي العلاقة الشهيرة في القطع الزائد؟ هي أن C تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع. بالتعويض C تربيع هي 2A الكل تربيع، إذن نحصل على 4A تربيع تساوي A تربيع زائد 9. إذن لدي المعادلة بدلالة مجهول واحد وهو A تربيع. إذن 4A تربيع ناقص A تربيع تساوي 9، 3A تربيع تساوي 9، ومنه A تربيع تساوي 3، ومنه A تساوي جذر 3. إذن حصلت على A ولدي B تساوي 3، ويمكن التعويض في الاختلاف المركزي لإيجاد C. C تساوي 2A، إذن C تساوي 2 جذر 3. المطلوب طول المحور القاطع وهو 2A، 2 ضرب جذر 3 ويساوي 2 جذر 3 وحدة طول. إليك هذا التمرين عزيز الطالب. إذا كان القمر الصناعي له مدار بيضاوي وهو قطع ناقص حول الأرض، حيث اختلافه المركزي E تساوي 5 من 100، وطول نصف محوره الأكبر 8600 كيلومتر، وإحدى بؤرتيه مركز الأرض، أوجد معادلة القمر الاصطناعي. ثانياً، إذا كان طول نصف قطر الأرض 6372 كيلومتر، فأوجد أطول وأقصر بعد للقمر عن سطح الأرض. هذه مسألة حياتية عزيزي الطالب، ونحن نعلم أن القمر الصناعي يدور حول الأرض في مسار إهليجي وهو قطع ناقص. حسب هذه الأبعاد سأستخدم المعلومات التي لدي لحل هذا السؤال. المطلوب إيجاد معادلة القمر الصناعي، المعادلة التي يسير بها القمر الصناعي. لاحظ معي عزيزي الطالب، المعطى في السؤال A تساوي 5 من 100 وأن A تساوي 8600. بما أن طول نصف محوره الأكبر يساوي 8600، نحن نعلم أن طول المحور الأكبر هو 2A، إذن طول نصف المحور الأكبر هو 8600، يمثل A فقط. إذن لدي A ولدي A. نستخدم A تساوي C على A للحصول على C. نعوض A تساوي 5 من 100 و A تساوي 8600 ونوجد C. C تساوي 8600 ضرب 5 من 100
وتساوي 430. وبما أن لدي A ولدي C، يمكن من خلال العلاقة بين A و B و C في القطع الناقص لنوجد قيمة B. إذن نعوض. لاحظ معي عزيزي الطالب، عندنا مركز الأرض هي النقطة F، C وصفر، F هي 430 وصفر. إذن لدي قيمة A ولدي قيمة C، نعوض بالعلاقة بين A و B و C، وهي C تربيع تساوي A تربيع ناقص B تربيع، ومنه 430 تربيع تساوي 8600 تربيع ناقص B تربيع، ونحصل منه على قيمة B تربيع تساوي 8600 تربيع ناقص 430 تربيع. B تربيع تساوي، هو عدد كبير لأنه نتحدث عن أبعاد أطوال في الفضاء، فالأطوال ستكون كبيرة نوعا ما. 73 مليون و775 ألف و100، هذه B تربيع. إنما المطلوب معادلة القطع الناقص هي عبارة عن X تربيع على A تربيع زائد Y تربيع على B تربيع تساوي 1، نعوض عن A تربيع وعن B تربيع، فتصبح المعادلة بالصورة X تربيع على 73 مليون 960 ألف زائد Y تربيع على 73 مليون 775 ألف و100 تساوي 1. لاحظ معي عزيزي الطالب، إذا كان نصف قطر الأرض طوله 6372، أوجد أطول وأقصر بعد للقمر عن سطح الأرض. لا بد من رسم شكل توضيحي وتخطيطي للمعطيات في هذا السؤال لإيجاد المطلوب. هذا عبارة عن موقع الأرض عند إحدى البؤرتين لهذا القطع الناقص. لاحظ معي عزيز الطالب، يرمز للبؤرة بالرمز F، وطول نصف قطر الأرض هو R، وهو معطى 6372 كيلومتر. لاحظ معي عزيز الطالب، C هي البعد بين البؤرة وبين مركز القطع، و A هو عبارة عن البعد بين رأس القطع والمركز. إذا لدي A ولدي C ولدي R هو نصف قطر الأرض. ولإيجاد أقصر وأطول بعد للقمر عن سطح الأرض، أين يقع القمر؟ القمر يقع يدور في المسار حول الأرض، يقع في أقصر مسافة عندما يكون عند رأس القطع الأقرب من الأرض، إذن عند النقطة A1. فأصغر مسافة بالحسبة ستكون A ناقص C ناقص R، وأكبر بعد للقمر عندما يكون عند الرأس الأبعد عن هذه البؤرة F، فيكون البعد المطلوب هو A زائد C ناقص R. فبالتعويض، لإيجاد أقصر مسافة وأبعد مسافة للقمر عن الأرض، أقصر مسافة أطول بعد للقمر الصناعي عن الأرض يساوي A زائد C ناقص R. بالتعويض، 8600 زائد 430 ناقص 6372 ويساوي 2558 كيلومتر. أما أقصر بعد للقمر الاصطناعي عن الأرض، نعوض بالعلاقة A ناقص C ناقص R وتساوي 8600 ناقص 430 ناقص 6372 ويساوي 1798 كيلومتر. إلى هنا أعزائي الطلبة، أصل إلى ختام حلقة اليوم والتي تناولنا فيها درسا بعنوان الاختلاف المركزي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم بحفظ الله ورعايته.